في خطوة هي الأولى من نوعها لهذا العام، عمدت مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة على إطعام ضيوف الرحمن أو ما يسمى بالإعاشة، وذلك بتقديم وجبتين متمثلة في فطور الصباح ووجبة عشاء بعد عقد أبرمه ذات الديوان مع إحدى الشركات السعودية المتخصصة في هذا المجال. احنا مطالبين باش نقدموا خدمة للحجاج الجزائريين على حسب قائمة الطعام اللي تعاقدنا معها مع البعثة الجزائرية. يعني عندنا كما نقولوا منو نمشيو عليه طول الأسبوع، ما يتغيرش، هو منو أسبوعيا. هذا المنو اللي وضعه لنا هي البعثة الجزائرية وضعته على رأسها الديوان، هي اللي وضعتها. احنا مطالبين باش نمشيو على حسب الأشياء اللي وضعت لنا، حسب طائمة القائمة اللي وضعت لنا. هذه الوجبات المقدمة للحجاج استحسنها العديد منهم، فيما يراها البعض الآخر إهانة للحاج الجزائري، خاصة مع الطوابير الطويلة التي زادت من معاناة الحجاج وكبار السن. بالنسبة للأكل هنا تاع لاديفيرونس بين المدينة ومكة، هنا خير سيميو، لاخاطش المدينة واش يديروا لك؟ توجور ميم موني، الروز ولا الدجاج، ودي فوا ما يعطيولكش كاع، بصح هنا الناس دير لاشين وتاكل مليح وبيان، ما كحتاش كلشي نقي كلشي بروبر كلشي زين. الماكلة هذه عر ماكلة، ما كانش ماهيش ماكلة نتاع حجاج. حجاج هذا ياكل ماكله اللي يدير بها يتنعش بها يحيي الروح بها. وفي ذات السياق طالب العديد من الحجاج الجزائريين السلطات المعنيه التدخل واعاده النظر في هذه الوجبات المقدمه ونوعيتها التي لا تتلائم مع الاطباق الجزائريه. يحكي لنا وزيرنا تاع شؤون دينيه يقول الطبخ الجزائري ماهوش طبخ الجزائري، طبخ اسيوي ماهوش جزائري، ما كانش قاعد يتي تماما. زيد خلوا فيه زيد حنايا لاشين قدر الساعة، شوفوا الساعه 3 سوايع اكثر من 3 سوايع، من بعد في اخر المطاف يقولوا ما كانش، يقولوا قضات. فهل سيستجيب الديوان الوطني لنداءات هؤلاء الحجاج؟ أم أن هذه الوضعية تبقى على حالها إلى غاية نهاية الموسم؟